سلام، نبدأ بالوصفة على طول. وأول شيء بنحتاج إلى كوب واحد من الدقيق الأبيض، وثلاث ملاعق من جبن البرمجان، ملعقتين كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من البصل المطحون، نص ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من الفلفل الأحمر، وملعقتين كبيرة من البابريكا. البابريكا عبارة عن فلفل رومي أو فلفل أحمر بارد، بيكون مطحون. وملعقة أو ملعقتين من الملح على حسب الرغبة، الملح طبعا. وبنخلط هذه المكونات الجافة كلها مع بعض في هذه الوصفة. الحلو فيها أنه كل المواد جافة، ما بنستخدم أي مواد سائلة أبدا نهائيا، فبتكون الوصفة جدا سهلة، وبتشوفوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. معنا الدجاج، 2 من صدور الدجاج، قطعتهن شرائح، رشيت عليهن نفس البهارات اللي عملناها في الدقيق، بنعملها في الدجاج. بنرش عليها ملح وبصل وكمان فلفل أسود والفلفل الأحمر والبابريكا وكل البهارات اللي عملناها في الدقيق ما عدا النشا والجبن البرمجان ما نعملش. وبنرش على الدجاج من الجهتين، وبس نبهر الدجاج بنضيف الدجاج في الدقيق، بنقلبه بهذه الطريقة بحيث ان قطعة الدجاج تكون كلها مغلفة بالدقيق، وعلى طول بنقليها في زيت ساخن إلى أن تستوي وتأخذ معنا اللون الذهبي. أو أهم شيء إنها نتأكد إن الدجاج معنا مستوي. وخلاص بتكون وصفتنا لليوم جاهزة، نقدمها بالطريقة اللي تناسبنا. وعلينا وعليكم بألف عافية، إن شاء الله حبيتوا الفيديو اليوم وإن شاء الله استفدتوا. إذا عجبكم ما تنسونش من الاشتراك وكمان التعليقات، لأن تعليقاتكم دائما تسرنا وتسعدنا. وأشير لهذا الفيديو، إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.